السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام قناة جيم أوفر، تابع حلقة جيم أوفر. واليوم زي ما انتم شايفين رجعنا للعبة نينو كوني، اللعبة اليابانية الار بي جي الكلاسيكية البحتة، ار بي جي بحتة. من اسمح اعذروني يا شباب، من زمان ما نزلت عن نينو كوني، ظروف انشغالات والعاب جديدة نزلت انتم عارفينها. و يا اللعبة جدا حلوة، انا مشيت في اللعبة اليوم حاولت اني العب، شفت نفسي فاضي كذا بعد صلاة الجمعة قلت يلا العب ونزل لكم جيم بلاي. الجيم بلاي هذا انا قد لعبت ودحين قاعد اعلق عليه لانه في موضوع طويل بتكلم عنه، فبغض النظر عن انه كوني بس في البداية خلونا اشرح لكم ايش بيصير في اللعبة. زي ما انتم شايفين الحين مهمة اني اروح المدينة في وسط الصحراء، راح الاقي شخصية جديدة اسمها شيري. شيري روحها محبوسة في العالم الحقيقي، فلازم نروح للعالم الحقيقي وننقذ روح شيري، واللي كان يسبب روح شيري بانها يعني ما هي موجودة او يعني مفقودة او حاجة زي كذا بسبب ابوها. فحنحارب الروح الشريرة اللي بداخل ابوها عشان ننقذ شيري. هذا مختصر ومفيد، اتمنى لكم انكم تنبسطوا بالجيم بلاي هذا. كثير منكم طلبني انزل نينو كوني، هذا عشانكم يا شباب، وقولوا لي اذا الحركة دي حتناسبكم او لا. انا حبيت اني انزل جيم بلاي زي ما انتم شايفين نينو كوني، في نفس الوقت بكلمكم على كذا موضوع او كذا نقطة. اول شيء بتكلم عن القناة، اول شيء شكرا لكم شباب ال 500 مشترك، ما قصرتوا، يعطيكم الف 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 عافية. اتمنى انكم مبسوطين بالقناة، ان شاء الله تعالى القناة دي حتتطور وتتحسن من افضل لافضل ان شاء الله تعالى. الشيء الثاني عندي لكم مفاجأة ان شاء الله تعالى، بس ما حقولها الحين، حقولها ان شاء الله في وسط الفيديو عشان اخليكم تتابعون معاي، لانه في كذا نقطة بتكلم عنها وجدا جدا جدا مهمة. مفاجأة حتنبسطوا ان شاء الله تعالى. ومرة ثانية شكرا لكم يا شباب، 1500 مشترك يعطيكم الف الف عافية. الشيء الثاني بموضوع القناة، الموضوع اللي هو حق سلسلة يد بيد ندعم بعض. اعذروني انا بعض الاحيان اتأخر بسبب اني استنى مجموعة من الناس انهم يجوني عشان اقدر اتكلم عن قنواتهم، لانه بيني وبينكم ما بتكلم عن قناة وقناتين، بتكلم عن مجموعة قنوات يعني خمسة كأقل كأدنى يعني اقل شيء، فما جاتني خمسة. فعشان كذا اعذروني الشباب اللي طلبوني ورسلوني الخاص، اعذروني يا شباب استنى انا بس توصل لي خمسة ومجموعة ممتازة عشان على طول اتكلم عنها. ما في احد ما يرسل لي ما حتكلم عن قناته، كل الناس حتكلم قنواته بغض النظر يعني عن المحتوى اللي فيه. النقطة الثانية يا شباب اللي احب اتكلم عنها، بتكلم عن الالعاب اللي انا قاعد انزلها في الوقت الحالي، والشيء المهم اللي خلى القناة هذه تكبر وكلكم مبسوطين بالشيء اللي انا اقدمه، وانا الاحظه يعني من الفيوز ومن اللايكس وزي كذا. يعني مثلا لما بدأت انزل بوردر لاند ما لقيت عليها مشاهدات عالية، بس لما رجعت لدارك سولز ما شاء الله تبارك الله عليها مشاهدات عالية، شيء يدل لي انه اغلب المشتركين اشتركوا معي عشان دارك سولز. لا تفهموني غلط، انا احب دارك سولز بشكل مو طبيعي، بس السبب اللي خلاني اتجه للعبة جديدة مثل بوردر لاند، السبب الاول اني احب اللعبة، لعبت الجزء الاول مبسوط فيها. السبب الثاني اني ابعد عن دارك سولز قد ما اقدر، ابعد عنها لانه لما بتنزل الاضافة حتتفشون مني، حتجوني وتقولوا لي بس انا موقف خلاص قديش دارك سولز. فبرضه من نفسي يعني انا كان ودي لما تجي الاضافة اكون كذا من زمان ما لعب دارك سولز، فلما ارجع العبها العبها وانا متحمس وزي كذا، يعني احس كاني توي اول مره العب اللعبه، بالذات مع التحديثات الجديده. اللي ما يعرف وقت الاضافه متى بتنزل، حتنزل يوم 23 اكتوبر، يعني بعد 25 يوم يا شباب. سعرها حيكون 14.99 دولار في الستور الامريكي والاوروبي. التحديث الاضافه اول ما حتنزل حيكون في تحديث على مضمون 1.06. التحديث هذا حيكون فيه تغييرات كبيره، تغييرات كثيره كثيره كثيره، حتغير اسلوب اللعبه، حتغير نمط البي في بي، حيصير ثوره في دارك سولز. ف من التغييرات اللي حتصير خاتم الشقلبه، ما حيمديك تتشقلب الا لما تكون شايل يعني وزنك ربع، يعني مثلا اذا انت شايل الاندورنس حقك يمديك تشيل 100، لازم يكون وزنك 25 عشان تقدر تتشقلب، مو زي اول يعني لازم يكون النص. اتمنى انكم فهمتوا النقطه. الشيء الثاني مثلا الباك ستابس، ختم النحله ضعفوه، اسلحه النار الكهرباء الكايوس كلها ضعفوها، اسلحه كثيره قووها، عندكم مثلا سلاح الجريف لورد قووه، اشياء كثيره مثلا ملابس الاليت زود البويز فيها، في ملابس حطوا فيها بويز، فتغييرات كثيره واشياء جدا جدا حلوه. ف
انا مره مبسوط بذي التغييرات لانه عدلوها للافضل، ما عدلوها للاسوء زي بعض الالعاب، لا عدلوها للافضل. وانا كان ودي انه ينزلون التحديث يعني من زمان، يعني ليش تستنون الاضافه لما تنزل؟ عشان هذا تحديث يعني، حتى التحديث يغير اشياء قدها موجوده من زمان في اللعبه، فما ادري ليش تاخروا، ما ادري ليه. ممكن في ناس عجبتهم. في برضو من الاشياء اللي التغييرات اللي حتكون موجوده ما حيكون في ولا جلتش، ولا جلتش يا شباب، ولا جلتش، يعني ما في جلتش واحد، جلتش التنين، جلتش الصندوق، جلتش الباتملس بوكس، كل حاجه ما حتكون موجوده. هذا موضوع عن دارك سولز. الموضوع الثاني احب اتكلم عنه بوردرلاند 2. انا مشيت كثير في اللعبه، اعذروني الابلود عندي بطيء، ولا حرف اقدر ارفع لكم في اليوم كل يوم يعني تقريبا الى 8 مقاطع، بس الابلود جدا سيء في اليومين هذه، ماني عارف ليه. من انا بدات العب من يوم الوطني، انا ما اظن من يوم الوطني بدات العب اللعبه، وتقريبا انا عندي دحين على الجهاز 66 حلقه جاهزه، كلها قاعد اسوي لها ابلود. تقريبا انا دحين وصلت في الحلقه 20 على ما اظن في اليوتيوب، وعندي الحلقة 33، يعني من 20 33 كلها برايفت، ما بنزلها كل دفعة على واحدة، بنزل لكم كل 3 ساعات، كل 4 ساعات حلقة. فشغال انا في بوردرلاند 2، انا حختمها يعني، اعطيكم اياها، انا حختم اللعبة. واعذروني يعني اذا اني قاعد العب بسرعة، لانه بصراحة اللعبة طويلة، فبحاول اني انزلها اخلص منها بسرعة. واللعبة جدا ممتعة، اللي ما لعبها انا انصحكم انكم تلعبوها، ولا تلعب لحالك، العب مع اخوانك. اذا ما عندك احد كلمني، في شباب كثيرين انا يعني اضافوني وكلهم شاروا اللعبه، صرنا نلعب مع بعض، ممكن نتقابل هذا الحين. يعني اللعبه تشيل بس 4 لعيبه، فما يمدينا نشيل اكثر من كذا. واعذروني اذا انا مثلا في شباب يرسلوا انفايت او يبون يلعبون معايا، بس بعض الاحيان يكون بارتي فول فما اقدر. وبالعاده انا يعني ايش نحب، انه ما يكون واحد مقلد الثاني، يعني مثلا ما نبى 2 كوماندو، ما نبى 2 غانزكر، يعني نبى كل واحد بشخصيه، يعني واحد كوماندو، واحد غانزكر، واحد اساسن، واحد سيرن. فهذه افضل طريقه انك تلعب فيها بوردرلاند، انصحكم انكم تجربوها وتلعبون بوردرلاند، ترى جدا جدا ممتعه. ولا تقعد تسوون بس المهمات الرئيسيه، سووا كل السايد كويست قبل ما تسوون المهمات الرئيسيه، لعبه جدا ممتعه. الشيء الثالث اللي بحب اتكلم عنه عن الالعاب، لعبه نينكوني اللي زي ما انتم شايفين دحين قاعدين تشوفونها. اللعبة يا شباب الى الان ما نزلت، فالسبب اللي مخليني بطيء في نينكوني، اول شيء انا انشغلت كثير كثير كثير، وبرضه الشيء الثاني اللي مخليني ممكن اكون معكم صريح، يعني الشيء اللي خلاني اتكاسل عنها، انا اللعبة لسه ما نزلت شباب، هذا اول شيء. وثاني شيء ما في احد قاعد ينزلها، ففي شباب بعض الاحيان يقولوا لي ما ابغى، يعني ما حتفرج على الفيديو لاني ما ابغى احرق على نفسي، عرفت كيف؟ فانا قاعد انزل في نينكوني على خفيف، لانه اللعبه تدرون لسه باقي لها 3 شهور عشان تنزل، يعني حتنزل في 24 جانوري، يعني احنا لسه ما دخلنا شهر 10، فعندك 10 11 12 وجانوري، 4 شهور يا شباب، فعندي وقت طويل. يعني لو كل اسبوع بنزل حلقتين حلقه، فاقدر يعني اجمل، يعني لما بتنزل اللعبه حتلاقوني تقريبا مشي 3/4 اللعبة ونص اللعبة على الأقل. ولما تنزل اللعبة أقوم أدهر في نينكوني وأنزل بكثرة، عرفتوا يعني ما بخلصها قبل ما تنزل. لكن أنتوا قولوا لي أراكم، أنا أرضى فيها، وقولوا لي إذا تبون نينكوني. بس أقول لكم من الحين، أول ما بتنزل إضافة دارك سولز أنا حوقف كل النشاطات في في القناة، حقعد أركز على دارك سولز بس، يعني شيء ثاني ما حقدر، لأنه دارك سولز هي الأساس في ذي القناة يعني بالنسبة لي، وعلى ما اظن بالنسبه للناس كثيرين في القناه مشتركين عندي. ف قولوا لي يا شباب كيف يعني الاسلوب هذا عجبكم، اني انزل بين فتره وفتره، وهل التعليق اللي زي كذا يكون حلو؟ يعني مثلا انزل جيم بلاي نينكوني واقعد اسولف معاكم في مواضيع احس انها كويسه، على الاقل اتواصل معاكم واديكم زي ما تقول ابديت تحديثات عن القناه، وبنفس الوقت تفهمون في ايش انا قاعد افكر حاليا، تعرفون ايش قاعد يصير في القناه في الوقت الحالي. اوكي الحين بكلمكم عن المفاجأة اللي وعدتكم فيها يا شباب. المفاجأة يا شباب هو ترى جيف اواي، انا ما ححط في العنوان كلمة جيف اواي او جوائز او اي حاجة، انا حبيت اني اتكلم في وسط الموضوع عشان اللي ابغى يشارك في الجيف اواي ابغى يكون واحد من المشتركين حقوني، لانه انا قبل سويت جيف اواي كنت كاتب فوق جيف اواي بالانجليزي وجيف اواي بالعربي. واقول لكم
يعني يجون ناس من ما يحبون لا دارك سولز ولا يعرفون قناتي ولا شيء، ناس تقعد تسوي تيك توك في اليوتيوب كيف هو وتقعد تشترك. فانا اشوف انه انتوا اولى يا شباب، انتوا المشتركين، انتوا اللي دائما تقعد تتابعوني للحظه هذه، انت الشخص اللي الحين قاعد تسمعني انت اولى فيها. الجيفو هذه حتكون $20 ستور سعودي. اتمنى انك تشتري دارك سولز، انا عارف لانك قاعد تسمعني الحين انت تحب دارك سولز، فهذا $20 عشان تشتري دارك سولز ان شاء الله تعالى. احديكم الجيفو يعني، بس السحب حيكون ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي، لان نكوني يعني عندنا تقريبا زي ما قلنا 25 يوم لدارك سولز. فخلينا نقول حسوي يعني حسوي السحب بعد اسبوعين ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى يعني حنزل او اسبوع ان شاء الله تعالى، اسبوع الجاي مثل هذا اليوم يعني، مو الجمعه هذه، اليوم جمعه انا قاعد اسجل حلقه، الجمعه الجايه ان شاء الله تعالى حنزل حلقه لنكوني، راح اتكلم زي كذا في موضوع وحقول من الفايز ان شاء الله تعالى. وكل اسبوع ان شاء الله افكر فيها، اذا شفت في تفاعل يا شباب معايا يعني اعطوني لايك اعطوني مفضله، اذا شفت تفاعل مو بصاحي حسوي كل اسبوع لين لما تنزل اضافه جيف اواي. فعندنا 4 اسابيع تقريبا، فحيكون في 4 جوائز ان شاء الله تعالى $20. فكل المطلوب منكم انك اول شيء تحب دارك سولز، اذا انت تحب دارك سولز اشترك. ما ابغاك تكتب لي شيء في الكومنت يعني تم او بلاي ستيشن 3 او اي حاجه، حيكون زي ما تقول شفره بيني وبينكم، شفره عرفت، بحيث انا حعرف انه انت سمعتني وعرفت ايش يعني سمعتني للاخر. فالشفره حتكون انا لسه ما خططت لها فحرمي شيء من كذا من راسي. الشفره حتكون مثلا لا اله الا الله، خلينا نفكر اقوى سلاح في دارك سولز، بس جيبوه باسلوب حلو، عرفت كيف؟ جيبوه باسلوب حلو. اقوى سلاح في دارك سولز بالنسبه لك، حلو بالنسبه لك اقوى سلاح في دارك سولز، بغض النظر حق منوب مو حق منوب ما همني، اهم شيء اقوى سلاح عندك ايش هو. او مثلا يعني انا مثلا بالنسبه لي افضل سلاح بالنسبه لي انا احب الماركيوما اللي تاخذه من البياع حق الغابه، هذاك احلى سلاح عندي، احب ذاك السلاح. فانت قولوا لي زي كذا سلاح مفضل كذا، بس لا تجيب طاري اشتراك ولا حاجه. انا ان شاء الله تعالى في الاسبوع الجاي حسوي سحب وحاعلن الفائز ان شاء الله تعالى. اوكي خلينا طولنا احنا في الجيف اواي هذه، بتكلم في موضوع ثاني اللي هو الالعاب اللي بتنزل ان شاء الله تعالى في الشهر الجايه او في الشهر هذا. في كذا لعبه احب بس كذا اعلمكم عنها، في لعبه بطله 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 اسمها ديس اونرد، على ما اظن حتنزل قريب في الايام الجايه، اسمها ديس اونرد، لعبه تقريبا زي اساسن كريد لكن فيها اسلوب الار بي جي. فاللعبه دي حتكون حتكون ضجه، حتسوي ضجه انا متاكد من ذا الشيء. اللعبه حتكون جدا حلوه اسمها ديس اونرد، لا تفوتكم. في لعبة كمان اللي هي Assassin's Creed 3 حتنزل، Need for Speed Most Wanted، هذه أنا مرة متحمس لها، أحب ألعب السيارة، أحب الذات Need for Speed. درام ما عجبني، Hot Pursuit عجبني، Most Wanted يا شباب اللي لعب Hot Pursuit حيعجبه Most Wanted، لأن نفس المحرك حق Hot Pursuit موجود في Most Wanted، فحيكون شيء خرافي، أنا متحمس لها بشكل مو طبيعي. اللعبة الثانية اعذروني أنا أحب الشوتينج، ف شيء شخصي هذا. فبرضه في لعبه انا متحمس لها بلاك اوبس 2، متحمس لها جدا، انا احب العب بلاك اوبس يعني احب العب الشوتينج من زمان، ممكن اللي ضايفني يشوفني من فتره وفتره العب كود والعب باتل فيلد، العب العاب نوع يعني، بس النوع المفضل حقي اللي هو الار بي جي بشكل طبيعي بشكل رئيسي. في كذا لعبه، العاب كثيره كثيره كثيره، انتكم اقولوا لي شباب ايش الالعاب اللي متحمسين لها عشان تنزل، حتى لو انه بعد 6 شهور حتى لو انه بعد سنه. في العاب كثيره يعني، في مثلا عندك واتش دوغ، عندك اللي تشبه هيفرين، نفس الناس اللي سووا هيفرين اظن اسمها بيوند، يا اسمها بيوند تو سولز. فالعاب بالهبل ان شاء الله بتنزل، انا متحمس لها، انا متحمس لبيوند، متحمس لواتش دوغ، متحمس لديس اونرد، متحمس للموست وونتد. واو العاب، جمع فلوسك من الحين. وفي ذا لاست اوف اس، العاب كثيره كثيره كثيره. ما بطول عليكم يا شباب، هذه نهاية الحلقة، أتمنى الحلقة دي عجبتكم، أتمنى الجيم بلاي عجبكم،
حلم الموضوع على بعض. الجيم بلاي كان عن لينوكوني، ساعدنا شيري البنت مشاعر أصفر، رجعنا للعالم الحقيقي وانقذنا أبوها من روح الشريرة، ورجعنا روحها للعالم الحقيقي ورجعت البنت لطبيعتها، وهي الحين تلعب معايا في نفس الفريق، وهي نفس الأسلوب عندها شخصيات يعني بديت تلعب اللي هم الإماجن حقنا. تكلمت مرة ثانية عن المشتركين، شكرا لكم يا شباب. 1500 مشترك، احنا لسه 1496 ما نتذكر، اظن على يعني على 1500. اشكركم مقدما. و الالعاب دارك سولز تكلمت عن الاضافه، السعر، متى بتنزل، التحديث، التغييرات، بوردرلاند 2 شباب بشوف في تفاعل بوردرلاند 2، اللعبه جدا حلوه، اتمنى انها تعجبكم. قولوا لي اقتراحاتكم إذا تبون أنزل بكثرة، أنا بحاول أن أنزل بسرعة عشان لأني ماشي أنا والله داعس، فعندي حلقات كثيرة فبنزلها. ونكون يا شباب تنزل في شهر 1 يوم 24/2013. واعذروني إذا أنا مسحبت، انشغلت والله ترى فما قدرت أنزل عن نينكوني، انشغلت في بوردرلاند. والجيف أواي يا شباب بطاقة ستور $20 عشان تخش في الجيف أواي، أباكم تجيبون على السؤال إيش سلاحكم مفضل في لعبة دارك سولز، اي سلاح قولوا لي ايش سلاحك المفضل، يصير هذه الشفره اللي بيني وبينكم واقدر اسوي السحب، وان شاء الله حيكون يوم الجمعه الجاي. اشكركم يا شباب مره ثانيه، شكرا على 1500 مشترك. يلا شباب كان معكم اخوكم بسام، فمان الله. يا رويو مو 1度 انا فيه نو نيو ناراسو واتاشيتاتشي نو تيدي اه سو دا نا مار 私もやってみるよ オリバーたちと共に ありがとうございます ソロンさん